هذا النوع من الكتب موجه للقارئ، نقولوا البكالوريا مستوى بكالوريا، القارئ الفضولي لأنه هو معجم. وكنعرفوا أن المعاجم والقواميس هي سهلة القراءة، لأن القراءة ما كتكونش خطية، الكتاب واخا تكون فيه غير 50 صفحة القارئ خصو يبدأ من الصفحة 1 إلى الصفحة 50. في المعجم ممكن تبدأ بالكلمة التي تهمك، كاين الكلمة مثلا البركة غتمشي للبركة، كاين الكلمة المقدس غتمشي للمقدس، الكتاب الفرنسي لو ساكري إلى آخره. هذا أول شيء، هناك نشر للمعارف، تبسيط وتسهيل المعارف. القارئ العام ممكن يكون بيطاري في المجال القروي، ممكن يكون معلم، ممكن يكون قيد، ممكن يكون هكذا فقط فضول. هذا هو المتلقي. مضمون الكتاب هو عبارة عن 99 مدخل، هناك مداخل محلية في كلمة محلية وكلمة أمازيغية. مثلا الكلمة المحلية اللي معروفة في المجال الحضاري، البركة مثلا، تويزة، القيد، الشيخ، الدوار إلى آخره. هذه الكلمات كتكون زوها 3-5 صفحات لكل كلمة. ولكن هناك مفاتيح نظرية أيضا، مثلا ملي كنتكلم على الحرطاني، ملي كنتكلم على الشريف، ملي كنتكلم على هذه المكانات الاجتماعية، ضروري أن أخصص مقال حول ماذا أعني بالتراتبية الاجتماعية. وهذه اللي كتخلي أن هناك علاقات نظرية ما بين كل مقال اللي كيهم الكلمة المحلية. هي مداخل ماشي مصطلحات، مداخل كيف ما قلت ديال الدوار. المغربي بغي يعرف شنو هو الدوار، المغربي بغي يعرف شنو هي الجماعة، شنو هو الشيخ، المغربي بغي يعرف شنو هي التويزة، بغي يعرف شنو هو السوق، بغي يعرف اليهود كيفاش كانوا عايشين في المجتمعات القروية إلى آخره. كيمشي المقال فيه ما بين 3-7 صفحات، وكتكون عنده فكرة بسيطة حول، ومن بعد إذا كان كيهمو الأمر كيكونوا مراجع، يمشي يقرأ المراجع. إذا معتمد على التاريخ أكثر منه؟ لا، معتمد على الخبرة ديالي أنا، يعني علم اجتماع وانثروبولوجي، ولكن التاريخ موجود أيضا. في هاد الندوه المنظمة من طرف المجلس الوطني للحقوق الإنسان، كان لشرف تقديم الإصدار الجديد للباحث وعالم الانثروبولوجيا المغربي سي حسن رشيق، الإصدار المعنون بالمغرب القروي من منظور سوسيو انثروبولوجي. إذا هذا الإصدار هو مهم جدا، بالنظر إلى أنه يقدم مادة يعني معرفية ونظرية غنية جدا، مادة حول العالم القروي، حول الحياة القروية من جميع الجوانب. والمهم فيه هو أن الأستاذ حسن رشيق يعني قدم هذه المادة انطلاقا من تجربته في مجال البحث والتدريس والخبرة، وبالتالي فالمواد التي تضمنها هذا القاموس حول العالم القروي هي مهمة جدا، يعني تقدم خدمة كبيرة جدا بالنسبة للباحثين وبالنسبة أيضا للمهتمين والمسؤولين الذين يهمهم واقع العالم القروي. هذا الكتاب إذن هو إضافة نوعية للخزانة الوطنية، خصوصا وأنه يزاوج بين يعني الانفتاح على المعرفة والمفاهيم المحلية مع يعني تأطيرها ضمن إطار النظريات السوسيولوجية والأنثروبولوجية الكبرى. ولهذا فهو بقدر ما يتمين المعرفة المحلية بقدر ما ينفتح أيضا على المعرفة الكونية المنتجة حول المغرب أنثروبولوجيا وسوسيولوجيا.